أحسن الله إليكم. هذا محمد الخثعمي أرسل بسؤال يقول لفضيلة الشيخ صالح سلمه الله: ما هي الطريقة الشرعية عند زيارتي لقبر أحد أقاربي، وما أبرز الأدعية المأثورة في زيارة القبور، لأن بعض الناس يجتهد وهو على خطأ؟ زيارة القبر المعين من أقاربك أو من إخوانك المسلمين، أن تصل إليه وأن تسلم عليه مثل السلام على الحي: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم تجعل وجهك إلى القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة، وتستقبل القبلة وتدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. مفتوح، المجال مفتوح، لم يعين دعاء، إنما الدعاء المعين هي الزيارة العامة للمقابر. إذا مررت بها فإنك تقول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن شاء الله بكم لاحق، ارحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم أو لا تضلنا بعدهم. وإن قال: السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، فحسن. نعم.